هو ممكن الزعل يموت فعلا؟ سؤال شغل الملايين اليومين اللي فاتوا دول، خاصة بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت، واللي وفاته عملت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وده بسبب تعرضه لأزمة قلبية من فترة ودخل في غيبوبة بسببها، ولكن فاق منها ورجع تاني وظهر في برنامج وقال إن اللي حصل له ده كان بسبب تعرضه لضغوط نفسية صعبة وأثرت عليه بشكل كبير. طيب هل الكلام ده حقيقي؟ يعني ممكن الإنسان قلبه يقف من كتر الزعل؟ السؤال ده رد عليه الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، بس يا ترى قال إيه؟ الحقيقة اللي حصل للاعب أحمد رفعت ما كانش جديد، لأن تعرض ليه أكتر من فنان خلال الفترة اللي فاتت، فكان لازم حد يرد علينا ويعرفنا هل فعلا الزعل ممكن يموت؟ الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق بعد خبر وفاة أحمد رفعت كتب منشور على فيسبوك وقال فيه قصة قصيرة حزينة، لاعب في ريعان الشباب بيتعرض لضغوط عصبية وهموم كبيرة، يسقط في الملعب بسبب جلطة حادة في الشريان التاجي. وكمل كلامه وقال أحمد رفعت مثال حقيقي لمتلازمة القلب المكسور، قلبه انكسر بسبب الظلم والقهر وأصيب بجلطة في الشريان التاجي اتسببت في تليف في القلب وخلل كهربي خبيث في القلب، نجا منه بمعجزة ورجع للحياة عشان يودعنا، لكن إن شاء الله أن يسترد وديعته. فأصيب بجلطة تاني أودت بحياته رحمه الله. يا ترى كم مثل هذه القصة الحزينة توجد في الدنيا ولم يعرف عنها أحد؟ الزعل بيكسر القلب ويسبب الجلطات والوفاة. كلام الدكتور جمال شعبان خلانا نرجع بالذاكرة لورا شوية ونفتكر فنانين شباب اتوفوا فجأة خلال الفترة اللي فاتت بسبب إصابتهم بأزمة قلبية، والغريبة إنهم ما كانوش بيعانوا قبل كده من أي مشاكل صحية، ومنهم طبعا الفنان طارق عبد العزيز واللي توفى من كام شهر أثناء تصوير مسلسل وحصل له تشنجات في اللوكيشن وحاولوا يسعفوه، لكن للأسف قدر الله كان نافذ وتوقفت عضلة القلب. وقبله كان الفنان مصطفى درويش اللي توفى السنة اللي فاتت في عز نشاطه الفني عن عمر يناهز 43 سنة، وكان لآخر لحظة بيتواصل مع جمهوره على السوشيال ميديا وبيهزر معاهم، وفجأة حس بتعب في قلبه وعقبال ما اخوه نقل المستشفى كان ربنا استرد أمانته وتوفى برضه بسبب توقف عضلة القلب. والفنان عمرو سمير اللي توفى عن عمر يناهز 33 سنة بسبب أزمة قلبية مفاجئة خلال أجازته في أسبانيا وتوفى أثناء نومه بعد ما أصيب بسكتة قلبية. وغيرهم كتير شباب من داخل الوسط وناس عادية كمان. سمعنا كتير عن اللي كان عريس اللي مات يوم فرحه وده اللي قلبه ما استحملش الفرحة، والطلاب اللي ماتوا أثناء فترة الامتحانات من كتر الضغوط وتوتر المذاكرة، واللي رجع من شغله نام ومصحيش تاني بسبب أنه تعرض لموقف في الشغل أثر عليه. في النهاية كلها أعمار أقدار بإيد ربنا، بس ما يمنعش برضو إننا نحاول نتجاوز عن أي شيء ممكن يأثر علينا بالسلب، ونفهم كويس إن مفيش حاجة مستاهلة والدنيا دي دار الفناء. رحم الله من رحلوا وتركونا.